عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في برنامجكم بير أم سلطان. وزي ما عودناكم دايما في برنامجنا بير أم سلطان، كل حكاوينا وكلامنا عن حاجات هادفة ومهمة في بير أم سلطان. النهاردة معايا في الاستوديو الأستاذ حسين الأسيوطي، عضو المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية والمحرر الصحفي، ومعايا الشاب أحمد يحيى. أهلا بيك يا أحمد. أهلا بحضرتك يا أستاذ حسين، منوريني في الاستوديو. نتكلم بقى عن بير أم سلطان زي ما احنا دايما بنتكلم، لكن عايزك تحكي لي في حدث مهم حصل، الكواليس بتاعت رئيس الحي. انت رحت الرئيس الحي؟ اه رحت له. وفي كواليس كده حصلت عايزك تحكيها لي. والله انا رحت الرئيس الحي، معايا المنطقه كلها مصورها، بوريهم المخالفات اللي عندنا كلها. بس ما ليش، لان ما فيش اي حاجه خالص عندنا، مننا احنا ناس ميتين خالص، ناس مش مذكورين على وش الارض. شرحت له اللي انتوا بتمروا بيه. طب انت اتكلمت معاه في ايه؟ انا بس عايز اعرف ايه الكواليس اللي حصلت. قلت له ايه؟ ايه اللي تم؟ احنا عندنا المداخل ما فيش اي مدخل لينا في بير أم سلطان. البياعين واخده حق فوق حقها، يعني ما فيش حد بيعرف يعدي، الشوارع كلها متدغدغه. احنا عندنا منطقه اسمها القلحه بايظه خالص، ما بنعرفش نخش المنطقه. عندنا من اربع مداخل مقفولين خالص، ما فيش مدخل يعني مفتوح لينا. مناولة بتاعت الزبالة أصلها تتعمل بره المنطقة، تتعمل بقى يعني خارج من المنطقة خالص. احنا يعني عندنا خمس مناولات داخل المنطقة. يعني أنت رحت له واتكلمت معاه، قابلته وقعدت واتكلمت معاه، كنت لوحدك ولا معاك ناس برضو؟ لا لوحدي. واتكلمت معاه في المشاكل اللي بتحصل والحواديت اللي بتحصل في بير أم سلطان، كل حاجة حكيتها له. كل حاجة حكيتها له. وفي الآخر؟ ما سمعليش للأسف. طيب كلمني عن موضوع تمليك الأراضي. الموضوع ده انا عايزه يعني تشرحه لي باستفاضه. والله احنا عندنا اراضي كتير ملك الدوله. ده في بير أم سلطان، عشان نحدد للمشاهدين. أيوة. احنا بنتكلم عن تمليك الاراضي في بير أم سلطان. احنا عندنا اراضي كتير ملك الدوله، مبنيه محلات وبتلم فلوس. احنا عايزين نقنن مع المحافظه، احنا عاوزين احنا ندفع مع المحافظه. يعني انا بدفع ايجار وما بدفعش ايجار، ادفع له المحافظه، التزم معاها. يعني استنى عشان نوضح للمشاهد، يعني انت عايز تروح للمحافظه؟ المحافظه. انت وفي تجار معاك ولا انت لوحدك؟ لا التجار معايا. التجار معاك؟ اه في كذا بياع معانا. عايزين تروحوا للمحافظه وتعملوا تقنين. تقنين. وتدفعوا الايجارات دي للمحافظه. أيوة. وصاحب المحل يروح ياخد من المحافظه. ياخد من المحافظه بقى، لو هي ارضه هياخد من المحافظه، مش ارضه يبقى ملك الحكومه. مين معاك في الموضوع ده؟ احنا دلوقتي تسع بياعين جنب بعض. اتفقتوا مع بعض ان انتوا عايزين تروحوا في المحافظة. طب انا عايز اعرف، طبعا انت فاهم حكومة يعني التزام. هتروح هتدفع الايجار هناك وهتلتزم بان انت هتدفعه تقريبا سنويا؟ هدفعه سنويا ومقدم كمان، احنا والبياعين، وندفعه مقدم كمان للحكومة. احييك على التزامك. واللي معاك عايزين يعملوا ده وبالتزام؟ بالالتزام. يعني انا كل سنة ملزوم مني 50,000 جنيه هدفعه مقدم. بتاع الفسيخ ملزوم منه 35,000 هيدفعوا مقدم، بتاع الكبده ملزوم منه 40,000 هيدفعوا مقدم. يا استاذ حسين انت بتتكلم عن نفسك وعنهم، هل هم موافقين؟ موافقين، وكل واحد موافق على المبلغ اللي انا بقول عليه. وهيروحوا ويدفعوا؟ وهيروح يدفعوا وكله جاهز. والله دي حاجه كويسه جدا ومشرفه، يعني مواطنين تجار معترفين ان هم يا جماعه الاماكن اللي احنا فيها ملك الحكومه، فاحنا عايزين نروح للحكومه ونقول لهم يا جماعه احنا جايين عايزين ندفع عندكم ونعمل التقنين وندفع مقدم كمان. فدي انا شايفها يعني حاجه ايجابيه، حاجه ايجابيه كويسه جدا، بدل ما نتهرب من اللي علينا لبلدنا ولحكومتنا. لا ده احنا عايزين نروح بنفسنا ونقول احنا جايين ندور على قانون التقنين عشان ندفع ليكم وابقى مني ليكم. وبرده دي حاجه كويسه على الاقل ان احنا بنحميهم من الجشع بتاع التجار لما يجوا يدفعوا في للحكومة نفسها. يبقى صاحب الملك أو المستأجر للحكومة، وصاحب الملك يجي بقى ياخد هو يتفاهم مع الحكومة بطريقته. على الأقل يا ريت يعني هنحد من استغلال التجار. طيب ازيك يا أحمد؟ نورتني. أنت عندك كم سنة يا أحمد؟ 18 سنة حضرتك. مولود في بير أم سلطان وعايش هناك على طول؟ تمام حضرتك. أيوه حضرتك. أنت بتدرس ولا إيه؟ أه بدرس حضرتك. في إيه؟ في أولى جامعة سياحة وفنادق. أولى جامعة سياحة وفنادق. ربنا معاك يا رب. طيب قول لي يا احمد،
موضوع التعليم هناك ايه وضعه؟ موضوع اللي انت شاب هناك، احنا معانا حد من الكبار ومعانا حد من الشباب. تمام. احكي لي بقى ايه الدنيا في بير ام سلطان بما انك عشت فيها بقى سنين. حضرتك المداخل بتاعت المنطقه عندنا ما فيش مداخل خالص، لو جاي من بره انا حضرتك بعربيه ولا حاجه ما بنعرفش نخش. والمدارس هناك عندنا ما فيش مدارس. ازاي ما فيش مدارس؟ اللي قدام امام المدارس حضرتك بياعين وزبالين، حاجات كتير حضرتك في المنطقه. انت كانت مدرستك جوه بير ام سلطان؟ لا كانت في عابدين. كانت بعيد عن بير ام سلطان؟ بس انا اخويا ولاد خالتي ولاد عمي في بير ام سلطان المدارس بتاعتهم، فلما بروح اجيبهم بشوف الحاجه دي قدام عيني. يعني انت كشاب كده لما بتنزل من البيت كده ولا تروح طريق وراجع، ايه الحاجات اللي بتشوفها مضايقاك؟ ايه اللي في بير ام سلطان؟ انت عندك 18 سنه. تمام. ايه اللي شفته في ال 18 سنه ده بيتغير من زمان لدلوقتي؟ هل الاحسن للاوحش؟ ايه بالظبط؟ للاوحش حضرتك، مفيش حاجه بتتغير. مشاكل وبلطجه عندنا حضرتك، والمواقف بياخدوا كارته من الناس، ما لو ما خدوش كارته من بتاع الميكروباص هيرخص الاجره علينا، كان كل مشوار رايحه بياخدوا منه كارت. مين اللي بياخد كارت؟ ناس واقفه في المواقف حضرتك، في جميع المواقف. ناس عاديه هي واقفه بتاخد كده في جميع المواقف حضرتك. اتاوه ولا اسمها ايه؟ صح، اتاوه في جميع المواقف حضرتك. مفيش عندنا مستشفيات. مفيش مستشفيات على مستشفى اليوم الواحد، وبتروحي ما تلاقيش دكاتره حضرتك. مفيش دكاتره اصلا؟ مفيش دكاتره، الدكتور هيجي الساعه 10، الدكتور هيجي الساعه 9. طيب بيجي ولا ما بيجيش؟ بيجي، بس احنا دلوقتي انا مثلا الساعه 5 عملت حادثه ولا حاجه اروح ما الاقوش. يعني معنى كده قصدك تقول ان لما بتحصل عندكم مشكله او حادثه او حد تعب فجاه بتودوه فين؟ بتروحوا فين؟ احمد ماهر، وقبل لما نروح كل حاله بقت صعبه شويه. تبعد عنكم قد ايه من بير ام سلطان؟ نص ساعه. طبعا ده صعب جدا، يعني لو حاله تعبانه في وقت لازم حالا دكتور ولازم تدخل مستشفى، طبعا صعب جدا ان نص ساعه ممكن يحصل فيها حاجات كتير. ايه تاني عايز تتكلم فيه بالنسبه للمنطقه؟ عندنا في المنطقه دكاتره كشف ب 140 جنيه ويا حضرتك تيجي تاني يوم تدفع 40 جنيه. لا وضح لي بقى، انت من شويه قلت ما فيش دكاتره. فبتكلم على العيادات الخاصه حضرتك. العيادات الخاصه مالها بقى؟ العيادات الخاصه، العيادات الخاصه عندنا حضرتك ب 140 جنيه كشف وتستني الدور بتاعك. مستعجل لو مثلا حاله متعوره ولا حاجه بتقعدي حضرتك تدفعي كشف 200 جنيه مستعجل. تيجي تاني يوم حضرتك الاستشاره ب 40 جنيه. بس حضرتك احنا معانا مداخله تليفونيه. ايوه الشيخ تامر مطر معانا مداخلة تليفونية على الهواء. الشيخ كامل مطر أهلا، وهيكلمنا عن تفاصيل لقائه مع وزير الشباب. هرجع لكلامك يا أحمد. ألو، اتفضل. الشيخ كامل مطر أهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك في برنامج بير ام سلطان، اتفضل. للاسف المكالمه قطعت، هتتواصل معانا تاني الشيخ كامل مطر، حضرتك تواصل معانا تاني ان شاء الله. نرجع لكلامنا مع احمد يحيى. كمل يا احمد، كنت بتتكلم عن الدكاتره والكشوفات غاليه جدا ومش في مقدرتكم. حضرتك مش في مقدرتكم. طب اتكلمتوا مع الدكاتره، اتكلمتوا مع الناس هناك ان احنا مش قادرين، ان الموضوع كبير علينا، او خفضوا السعر شويه؟ مفيش حد بيسمع لنا حضرتك. مين اللي ما بيسمعلكوش؟ الدكاتره. لو قلت للدكتور معيش هيقول لي امشي في شارع، في شارع الزور عندنا. لو قلت للدكتور معيش هيقول لك امشي؟ يا طب وقتها بتعمل ايه؟ بتروح فين؟ يا مستشفى احمد ماهر يا مستشفى المقطم. تمام. طيب نرجع لأستاذ حسين. أستاذ حسين، كان ليكوا طلبات من محافظ القاهرة، إيه هي الطلبات دي؟ عايزين نقنن الحالات دي. يعني ناشد محافظ القاهرة وقول اللي عندك ليه. إحنا عايزين نقنن المحلات اللي في بير ام سلطان، 21 محل، لو دول اتقننوا هيدخلوا بس كل سنة نص مليون جنيه للدولة.
وضح. بمعنى ان انا اقدر اجدد منطقتي، اقدر ما اخليش مداخل فيها زباله، اقدر اعمل كل حاجه بالمحلات اللي هي تتعمل سوق تجاري في المنطقه. مبني 21 محل سوق تجاري، هو احنا ال 21 محل التزمنا بالايجار بتاعنا ودفعنا؟ معاك يا استاذ حسين كمل. ودفعنا منطقتنا هتبقى جميله. معانا مكالمه تليفونيه، معلش يا استاذ حسين، معانا مكالمه تليفونيه من العمده فوزي السملوسي القيادي بالقبائل العربيه، وهنتكلم عن مقابلته امبارح بوزير الشباب. اتفضل معانا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا فندم، نورت برنامج بيرم سلطان. اهلا بحضرتك. بحضرتكم ومشكرين جدا لاهتمامكم بمجلس القبائل والعادات المصريه. يا فندم كلنا امه واحده، واهلا بحضرتك نورتنا. وعايزه اسال حضرتك عن المقابله اللي تمت مع وزير الشباب، يا ريت حضرتك توضح لنا ايه اللي تم. والله هو بالنسبه لمقابله معالي الوزير مع سياده الشيخ كامل مطر رئيس المجلس، تمام، كانت مقابلة كويسة جدا. نشكر معالي الوزير على حفاوة الاستقبال، وان هو طرح عليه الشيخ كامل اهداف المجلس المحافظات الحدودية والشبكات. ايه هي الاهداف دي يا فندم؟ وايه الخدمات اللي هنقدمها في الفترة اللي جاية دي؟ تمام، ايه بقى الخدمات اللي حضرتك هتقدمها، وايه اللي حصل في الموضوع كله في المقابله دي لو تسمح توضح لنا؟ والله هو احنا كاعضاء مجلس على مستوى الجمهوريه دائما الشيخ كامل مطر بيدينا تعليمات حتى قبل ما نروح وزاره الشباب والرياضه. تمام. ان احنا نهتم بابناء القبائل وابناء القبائل والعائلات المصريه وشبابها، وخاصه الذين هم يقطنوا الحدود المصريه. اولا هيبقى في برامج تثقيفيه، تذكره الشباب وانتمائهم للوطن واندماجهم في بمساعده وزاره الشباب والرياضه بانشاء ملاعب ومراكز شباب. تمام. وهيبقى حاجات مشتركه بين زي ما قال سياده الشيخ كامل مطر، ان هيبقى كل حاجه مشتركه بين المجلس القبائل والعائلات المصريه ووزاره الشباب والرياضه. يعني يعتبر زي تعاون مشترك ما بين مجلس القبائل العربيه والاسر العربيه، صح؟ تمام. ووزاره الشباب والرياضه. تمام حضرتك. هو احنا الدور ده احنا بنقوم بيه، بس حبينا نشرك الدوله فيه. الشيخ كامل المطر دايما اصلا احنا لا نبغي سياسه ولا لنا اي مطالب غير دعم الدوله. أكيد. ومؤسسات الدوله. اكيد يا فندم. والزعيم عبد الفتاح السيسي. اكيد. خير ختام يا فندم بذكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحيه طيبه لرئيسنا ورئيس مصر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنشكر حضرتك على المداخله الطيبه دي العمده فوزي السملوسي، شكرا يا فندم. نرجع لكلامنا، كان ليك مطالب من محافظ القاهره تناشد وتقول له ايه؟ احنا ملتزمين مع الاهالي بالايجار، هنلتزم مع المحافظه، والله هنلتزم وهندفع مقدم السنويه بتاعتنا هندفعها، ان احنا عايزين نبني بلدنا، عايزين نبني منطقتنا. ان انا النهارده 21 محل في المنطقه مبني على ارض ملك الدوله، واحد بس اللي بيستفاد منها؟ لا، بيستفاد منها العالم كله. ما منطقتي هتبقى جوهره، كل شهر هيخش عليها يعني كل سنه 700,000 جنيه. لو عملنا ثلاث اسواق تجاري في المنطقه هيخش علينا كل سنه 2 مليون جنيه، يغيروا حاجات من المنطقه، يعني يساعدوا المنطقه معانا في حاجات ياما. يعني انت عايز بتطالب المحافظ بقانون التقنين. التقنين ان انت عايز تروح انت ومجموعه من التجار، عدد كبير، يعني احنا دلوقتي تسعه. تسعه تجار. تسعه، وباقي المحلات مقفوله، لو اتفتحت 1000 واحد هيجي يقدم. يعني انت ومعاك تسعه من التجار احنا موجودين دلوقتي في المحلات. تمام، موجودين في محلاتكم وبتطالبوا ان انتوا عايزين تروحوا تعملوا قانون التقنين وتدفعوا الفلوس اللي بتدفعوها للمستاجر للمؤجر اللي هو بيغلي عليكم، لا انتوا عايزين تدفعوها لرئيس الحي او في الحي. تمام. انت بتقول ده باسمك وباسم الناس اللي معايا. الناس اللي معايا وهم رايهم ايه؟ الناس اللي معايا مستعدين للدفع وقتي، كله مستعد للدفع وقتي.
طب هتروحوا فعلا وهتعملوا ده؟ احنا عايزين حد يقنن لنا الحاجه دي، احنا عايزين مقايسه تيجي تدي لكل واحد محله. ما انا هروح دلوقتي اقدم على محل، احنا 21 محل. جمعوا بعض وروحوا باسماء الاماكن والعناوين والمحلات وطلبوا بده، واكيد اكيد اكيد صوتك هيوصل، واكيد ماشي. انت بتناشد بحاجه ايجابيه، ما في ناس حاطه ايديهم على الارض. الناس اللي بنت اللي احنا اللي بنت 21 محل اللي حاطين ايديهم على الارض عايزين نشيل ايديهم، ما بقالهم سنين 21 سنه 21 سنه بياخدوا من خيرها وهي مش بتاعتهم. فانت عايز تنهي ده، عايزين ننهي ده. فالحل ان انت تنهي اللي بيحصل ده كله. أيوه. ان انت تروح تعمل تقنين للمحلات دي كلها، وانت والتجار اللي زيك كل زيك المحافظه تبعت لنا حد عندنا ويتفرجوا على السنتر، يتفرجوا على السوق التجاري ده 21 محل، 21 محل منهم 9 اللي شغالين، 9 شغالين وباقي مغلق، و9 اللي شغالين موافقين وعايزين يروحوا ويدفعوا مقدم كمان ويخلصوا الليله دي. طب ده شيء ايجابي وشيء كويس جدا جدا ان في حد يعني من التجار بيقول انا عايز التزم لحكومتي وبلدي، وانا عارف ان انا مقصر، فانا عايز اروح اعمل تقنين وادفع حق البلد واللي عليا اعمله. ده شيء كويس وشيء مشرف جدا جدا جدا، ويا ريت يا ريت كل التجار تفكر الفكره دي بجد ونتجه صح لبلدنا ونبص لبلدنا شويه، لان احنا جزء من البلد والبلد جزء مننا، مفيش حد لوحده. لو نجحنا هننجح كلنا، لو لا قدر الله كلنا. ربنا يحفظ مصر طبعا من اي حاجه خالص وحشه عليها، ويحفظنا جميعا يا رب. طيب يا استاذ حسين، احنا بكره الانتخابات وانت عارف انتخابات مجلس الشعب طبعا، هتشارك ولا لا؟ لا. ليه؟ اتواصلت معاهم كلهم ما حدش، يعني كل واحد داخل المنصب لنفسه مش داخله للناس. كل المرشحين عندنا على الدايره كل واحد داخل المنصب لنفسه مش للناس، ومعايا مكالمات مسجله ليهم لواحد واحد، كنت بقول له شكوتي انا عايز افتح شارع الزهور، عايز انهي المهزله اللي عندنا، عايزين نوسع نشيل الزباله، في مدرسه عندنا قدامها زباله وقدامها ملاهي، ده غلط. ولا حد سمع. يعني انت تواصلت مع اكتر من حد، وصلت معاه ووصلت له شكواك كلها ولم يستجيب ولا اي حد ولا اي حد ولا اي حد. هو فرحان بالبياع من كل ال هم فرحانين بالبياعين، هو فاكر نفسه ان البياع هو اللي هيروح ينتخبه. بس ما يعرفش ان البياع ده اللي جاي من الجيزه واللي جاي من المنيب اللي جاي من الصف اللي جاي من كل اخر الدنيا، مالوش محل اقامه في البير ولا البساتين، بطاقته ما بتقولش البساتين. تمام. يعني مش هينفع ينتخبه. ما ابص على الاهالي يعني ابص على اهالي المنطقه، اريح اهالي المنطقه، اشوف اهالي المنطقه عاوزه ايه، ان هم دول اللي انا. طيب يعني خلينا ناخد جزء جزء. بكره الانتخابات مجلس الشعب انت بتقول مش هنتخب. مش هتنتخب ليه؟ لان مفيش ولا حد سمع لي، ولا حد لبى الندى، ولا حد لبى الاستغاثه من كل اللي تواصل معاهم. طيب قول لهم طلباتك يمكن يسمعوك. ايه الطلبات؟ طلباتنا البياعين ترجع لورا، الشارع يتفتح عشان المطافي والازعاف تخش، عربيه الموتى تعرف تعدي من شارع الزهور، يعني عندي الشارع الرئيسي بره مكسر، مداخل عندنا كلها زباله، مفيش مدخل يعرف نخش بيه المنطقه، منطقه فيها فوق ال 50,000 ساكن ميتين فيها مدفونين. يعني انت بتطالب من ايا كان مين فيهم اللي هيكسب، المرشحين لمجلس الشعب بيطالب بالطرق، الخدمات اللي هي من ضمنها الطرق، الزباله اللي ماليه المنطقه بشكل صعب جدا. ايه تاني؟ للاخ احمد اتكلم عليه برضو لحكايه الدكاتره، هو يعني عندك الدكتور جزار عندنا يعني كشف ب 130. دي دكاتره من المنطقه ولا من خارج المنطقه وبيستثمروا في المنطقه؟ كذا عياده في المنطقه، مش عياده واحده، كذا عياده. الكشف ب 130 والاستشاره ب 30 و40 جنيه تاني يوم و30 يوم. طيب احنا معانا مثل حي، الحاج محمد من منطقه بير ام سلطان، في مداخله تليفونيه. اهلا بحضرتك يا حاج محمد، اتفضل. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك، نورت برنامج بير ام سلطان. وبمسي على ضيوف الاحترام. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. ما هم من سكان منطقتك بير ام سلطان وشباب منطقتك. اهلا بيك. اهلا يا فندم. ايه راي حضرتك، ايه راي حضرتك يا حاج محمد في اللي بيحصل، وايه راي حضرتك في المشاكل الكتير اللي جوه بير ام سلطان؟ والله يا احنا اكثر من مره للاسف العشوائيات زايده عندنا بطريقه رهيبه،
وللاسف كل واحد في المنطقه بيعمل اللي هو عاوزه، والعمليه زادت قوي قوي قوي. بمعنى ايه يا حاج محمد؟ مين اللي بيعمل اللي هو عاوزه؟ التجار ولا المواطنين ولا ايه بالظبط؟ لا، ما هو المواطن بيديه ايه؟ لو شايف حضرتك يعني مثلا عندنا قدام النادي وقدام عندنا عمايل الاغواز للاسف يعني ومدخل بيرم السلطان، ده كل ده حضرتك يوميا اكثر من حوالي 30 عربيه بتتنزل القمامه والحيوانات النافقه، يعني كل حاجه موجوده، يعني حضرتك بتشتكي من ما فيش هناك حد بيشيل القمامه او الزباله بتاعت المنطقه؟ لا يا فندم، ده اتعمل مقلب في حي منطقه سكانيه. ايه ده؟ يعني قصد حضرتك ان الزباله بتتحدف عندكم اكتر؟ موجوده منطقه سكانيه يا فندم، منطقه سكانيه ومربع سكاني، والمقلب ده مقلب مناوله. وضح لنا يعني ايه مقلب مناوله؟ يعني على طول العربيات الزباله بتيجي ترمي فيه. ياه، بتيجي ترمي فيه. ويجوا في منطقه سكانيه، شركه النظافه تسيل، وللاسف يوميا كده. وعندنا ناس للاسف النهارده اللي جاله ازمه تراك، واللي جاله التهاب رئوي، العيال كلها مرضى بتوع المنطقه للاسف. ده اكيد احنا في وقت حاسم ووقت فيه اوبئه وامراض، فاكيد للاسف يا فندم احنا قافلين صبح وليل. استغاثه لوزير التنميه المحليه ولرئيس الحي، ارجوكم استغاثه، ان في اطفال، في ناس كبيره، في شباب، في بشر عايشه هناك. ارجوكم الاستغاثه وسرعه تلبي النداء، لان احنا دلوقتي في وقت اوبئه، في وقت غلط. يا فندم بعد اذنك اتفضل. احنا يا فندم عاوزين المقلب ده يتشال من هنا، وقبل كده حضرتك في ظل جو عادل اللي هو كان رئيس الحي، عملنا 3 ماسورات في المكان، وللاسف اللي حصل الليبر بتاع شركه النظافه بقى يكسروا حته، ودي للمصلحه، وحضرتك فاهمه للمصلحه. له حق الرد وله كل الاحترام وحق الرد طبعا. بشكر. ايوه اتفضل. شكرا يا فندم، شكرا لمداخلتك الحاج محمد، وان شاء الله يا رب يلبى الندى، لان دي اهم حاجه لازم نتكلم فيها. احنا داخلين او موجودين في وقت فيه اوبئه، لسه موضوع كوفيد 19 كورونا لسه بنناشد، يا جماعه حافظوا على نفسكم، يا جماعه الكحول والنظافه والتعقيم والكمامه. طب ما هو ده كله هيتعمل ازاي والمكان كله فيه زباله ازاي؟ طب انا هحافظ ازاي على الاطفال اللي في المكان ده من الزباله؟ هحافظ ازاي على الناس الكبار في السن اللي مناعتهم اصلا ضعيفه جدا؟ واحنا عارفين وكلنا فاهمين ان كورونا والاوبئه والامراض بتيجي للناس اللي مناعتها ضعيفه، فازاي انا هحافظ على منطقه؟ وبعدين معلش ده نداء، ويعني اتمنى يلبى الندى فيه، لان لو منطقه واحده اصابت بهذا المرض الخطير خلاص كله هيعدي بعضه، ما ينفعش. ارجوكم احنا بنناشد دايما الا المرض، الصحه دي اهم حاجه في الدنيا، فزباله يعني اوبئه يعني امراض يعني حاجات كتير وحشه. فارجو يلبى الندى، ارجو يلبى الندى في موضوع الزباله. نرجع لأحمد، اتكلمنا في موضوع الدكاترة. بما انك بتدرس، موضوع التعليم ايه وضعه هناك؟ دروسك ايه؟ تحركاتك؟ اشرح لي بتعمل ايه؟ اول سنة اروح حضرتك اول معهد، بدفع مصاريف عشان معهد خاص، مجموعي ما جابش يعني. ففلوس حضرتك المعهد كتير، واحنا مش مقدرتنا ندفعها. 7000 جنيه في السنة. ده معهدك برضو في بيرم سلطان ولا؟ لا، بعيد؟ بره بيرم سلطان حضرتك. تمام، في مدينه نصر. طب وبالنسبه بقى للدروس والحاجات دي؟ لسه بقى ما اعرفش عنها حاجه حضرتك. بس دلوقتي 7000 جنيه غير مواصلاتي حضرتك، وغير المصاريف الشخصيه برضو اللي هناك،
الكتب اي حاجه. انت بتشتغل يا احمد؟ لا ما بشتغلش حضرتك. بتدرس بس؟ بدرس بس، واتكلمت مع ناس من عندنا برضو في شغل، ما فيش حد بيستجاب لنا ولا حد يشغلنا. طيب خليني اسالك سؤال، بما ان انت برضو شاب واكيد ليك حق الانتخاب. ليه حق حضرتك؟ عايزه اعرف الانتخابات بكره تمام. هتنزل وهتشارك؟ هنزل وهشارك حضرتك. معانا عذرا يا احمد، معانا مداخله تليفونيه من استاذ عادل من بيرو ام سلطان. اهلا بيك يا استاذ عادل، اتفضل. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا، نورتنا في برنامج بيرو ام سلطان، اتفضل. الله يخلي حضرتك. حضرتك بقالك قد ايه في بيرو ام سلطان؟ بقالي بتاع 30 سنه. 30 سنه. طيب بما ان حضرتك بقالك 30 سنه فاكيد مريت بعصور هناك وبمشاكل كتير هناك، كلمنا عن اهم المشاكل اللي في بيرو ام سلطان. يا مشاكل. مشاكل بيرو ام سلطان بدل حاصل في عدة مواقف. اولا اشغالات الطريق. مع حضرتك. اشغالات الطريق، المحلات اللي واخده الشوارع، نص الشوارع بره تمام. واثناء الكورونا حضرتك ما فيش التزام وما فيش مرور امني بالنسبه للمنطقه عشان يمنع او يحجم القهاوي اللي بتنزل الشيش وبتنزل الحاجات في الشارع. يعني قصدي حضرتك وقت الكورونا ووقت ما كان في تنبيهات وانه كله ممنوع فتح الكافيهات والشيشه كانوا شغالين وعادي برضو؟ ايوه يا فندم، القهاوي شغاله تمام وتشتغل 24 ساعه تمام. وبالنسبه لمواعيد الحظر ما بيقفلش؟ وشيش نازله وضمنا ونعم والله. احنا معانين من الكلام ده وحضرتك، احنا بعتنا على الواتس اكتر من مره للاستاذ وائل بن راشد والجماعه دول، ما حدش نزل بحد. لهم حق الرد، الزملاء الافاضل لهم حق الرد طبعا في ذكر اسمائهم. اتفضل. يعني حضرتك متضايق من برضو نفس المشكله ان مفيش التزام وان وقت كورونا او وقت ما كان في حظر وعلينا الالتزام جميعا ما كانش في التزام. مفيش حضرتك مرور امني خالص حتى اثناء كورونا، ودلوقتي حتى القرار بتاع السيد الوزير اللي قال قد ايه في المحلات الساعه 10 مفيش التزام. الكلام ده تحتنا قد ايه مهمشه، دي منطقه مهمشه حضرتك هم معتبرها منطقه عشوائيه. ما فيش حاجة اسمها مهمشة، هي داخل مصر يبقى مش مهمشة، لكن هو الناس اللي ما بتلتزمش، الناس اللي ما بتلتزمش بده. طيب أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة لو تسمح لي يا أستاذ عادل، في انتخابات بكرة، حضرتك هتنزل وتنتخب ولا لأ؟ يا حضرتك أنا هنزل، أنا هنزل انتخب لأسباب، لأن هنا في ناس أصلاً ناس ما تفهمش في القانون ولا تفهم في المشاريع ولا تفهم بأي شيء من القوانين. اسمح لي يا حاج محمد لو تسمح، حضرتك هتنزل وتنتخب صح؟ ايوه هنتخب. استاذ عادل عفوا، اللي هتنتخبه حضرتك مقتنع بيه؟ اللي انا بدون ذكر اسماء. ما بقولش اسماء حضرتك، انا بنتخب راجل حاسس ان هو راجل بيعمل خدمات في المنطقه. عمل يا فندم ولا ما عملش؟ هو سعادتك هو وعد انه يعمل بس راجل وعد يعني طبعا راجل الناس اللي هي مسؤوله بالبلد برضه. بعيدا يعني عن مسؤول او غير مسؤول، انا بسال حضرتك، حضرتك لجأت له في ظل المشاكل الكتير اللي عندكم في بيرو ام سلطان، عمل حاجه يا فندم ولا ما عملش؟ هو حضرتك دلوقتي عمل بالنسبه للزباله اللي كانت في ساعات يعني اسمه جامع معوز عندنا، نزل كلمناه راح جاب عربيه من الحي او عربيتين وقفوا قدام جامع معوز على اساس ان يلموا الناس. هو يا فندم طبعا حضرتك مشكورا لمداخلتك معانا، ولكن برضو للامانه ومكانتي الاعلاميه ان انا اقول لحضرتك صوتك امانه، فيتدي صوتك للانسان اللي يستحق وينفع ان انت تدي له صوتك عن اثبات حاجه اتعملت. شكرا لمداخلتك يا استاذ عادل، واتمنى من كل الناس اللي يدي صوت لحد يدي للي يستحق ان يستمر مش لاسباب اخرى. استاذ حسين كلمه اخيره قبل ما نطلع الفاصل ترد بيها على اللي بيحصل. والله انا بزعل من كلمه بتقال على منطقه عشوائيات، ان احنا منطقتنا مش عشوائيات، احنا عندنا عمارتين رئاسه الجمهوريه، عندنا 14 عماره ضباط، عندنا بره على الطريق
عمار لظباط تاني، الناحيه التانيه عمار لظباط تانيه، عندنا حرام يتقال علينا عشوائيات، عشوائيات ان احنا اللي بنعملها. وجهه نظرك وتحترم. وفاصل اعزائي المشاهدين، وهنكمل حوارنا الساخن جدا النهارده بكل مصداقيه، ولكن بعد الفاصل انتظرونا. السلام عليكم، ورجعنا لكم من الفاصل، ومعانا نفس ضيوفنا طبعا، لكن معانا فيديو هام جدا جدا، اتمنى تشوفوه معايا. ده فيديو تهديد لاستاذ حسين الاسيوطي، تفضلوا معانا هتشوفوا الفيديو ده، وبعد الفيديو نتكلم. دي اخطائي انا، دي بتاعتي انا. طب يا عم زين ابنك خلاص، ايه بتهاجم عليا في محلي؟ ماشي، هو واخو ايدي الصراوي وتهاجمتوا عليا. علي العمده يجي بطبنجه يجي لحد محلي هو وناس معاه. الكلام ده كله معايا الفيديو. الكلام ده امتى؟ كام جمال انت تمعت المرعوب؟ جمال 140. ما قلت لك ما تمعتش المرعوب، دي مش قاعده عشان كلها خلاص كده، كلها فهمت الدور. انت بتمعت المرعوب ليه؟ الوقت اللي جيت شتمت الناس اللي على المحل دي كلها امتى؟ امبارح. واتحاسبت على امبارح. انا لسه ما حاسبتش حد. انا عايز اعرف انا اسناد انت إيه؟ صلى على النبي. رئيس الجمهوريه وصورته بتنزل عم سعيد على النت وبيتابعوا اي ولا ايه؟ ولا معارض. انا راجل عرضت رئيس الجمهوريه تتشتت وتهزق والكلام ده كله، هو ده مش ممكن. زين ملوش دعوه، ده راجل نازل انتخابات. انا عرضت دي الجمهور يهزقوني. اسمعني بقى، الراجل ده داخل في حل معانا، هو مش فارق. قال لك ساعه الجد هذا دلوقتي خالد، انا دلوقتي جيت شجنت مع الفرس كلهم. كنت انت موجود ولا مش؟ بهدلتهم حتى زمان بهدلتهم. وجيت قلت لي تعالى يا عم، انت عملت لي كده، انت لازم تتحاسب. من حقك يا حاج، فعملت انا الوصف لحد كده. قلنا المغلوط انا بقى اديك اطلع كل سوا معانا ديك ليه؟ احنا بعد كده اتحاسبنا عليه. طب يا عم زين، جاي دلوقتي تقول احمد كمان كده مكلمني انت احمد وعمل. طب انا ما غلطتش في حد فيكم، انتوا عمالين تغلطوا فيا. غلطتك في القعده انت اللي غلطت فيه. ايوه احمد، اقعد اعمل ايه؟ مش عايز اقعد مع حد. اقعد معاك وتقول ان حسين بتاع فلوس. ما رفضتش، انا مش عايز اقعد مع حد. يا عم انت هقول لك عليك حرام، برع نفسك وامشي. تعالى بقى، انت راجل حرام وراجل ما يكسب كله. اول احنا ما رفضناش الناس طبعا. قبل ما اتكلم في اي حاجه، كل اللي ظهروا في الفيديو لهم كامل الاحترام وحق الرد، تمام؟ كامل الاحترام وحق الرد، ولكن فهمني يا استاذ حسين، ايه الفيديو ده وايه التهديد ده وايه ده؟ عرضت على صوره، قلت كلمه واحده، انا عاوز واحد من الشباب، واحد تعليم عالي، واحد يحس بينا، واحد يخش جوانا. هو ايه السبب؟ انا عايز اعرف ايه السبب اللي حصل، وايه اللي وصل الموضوع للتهديد ده؟ طبعا بدون ذكر اسماء. كل انسان ليه حق. تعليق على صوره. تعليق على صوره. فين الصوره؟ صوره يعني على النت. على النت. كتبت عليها كلمه، عايزين واحد من الشباب بس. حصل الهجوم بقى؟ حصل الهجوم وحصلت البهدله دي كلها. طب واللي بيهاجم من مين؟ المرشح. اللي هاجمك واحد مرشح. يعني اللي طلع ده حد مرشح؟ لا، ده عم المرشح. ده في فيديو تاني معانا. ده طب كلمنا عن الفيديو ده ونرجع للفيديو اللي سمعناه وشفناه. ايه الفيديو ده بقى؟ عايزين نعلق، يعني علق لنا على الفيديو ده. ايه ده؟ بيرمو سلطان النهارده الحي نزل. هو خد حدتين بس ومشي. البياعين زي ما هي، الشارع مقفول، مفيش استهمام باي حاجه خالص. هو اهم حاجه عنده ياخد الحديده ويصور بيها ويمشي، ده المطلوب. يعني دي الحمله. ايه حمله؟ نزلت منطقه بير ام سلطان، واخده حدتين. تمام، دي النهارده ادي الحمله. ده من الشارع الرئيسي؟ يعني الشارع الرئيسي. اه، الحمله بتتقيد علينا ان احنا نزلنا الرئيسي وخلاص. طيب. ده عندنا برضو في دار السلام قدام مجمع المدارس، يعني الطريق كله 12 متر، عربيات واقفه، براميل معموله في نص الطريق، جراشات. طب الناس تعدي منين؟ ده في منطقه السلام، دار السلام، مدخل بيرم سلطان. وضح بس عشان المشاهد يبقى عارف الفيديو ده. ده بيرم سلطان، شارع الفيوم. ده دار السلام، شارع الفيوم. تمام. ايه بقى اللي بيحصل او الفيديو ده ليه؟ براميل بتتحط في الشارع من البياعين، وعاملين جراشات في الشارع.
جراشات خاصه بيهم وهم بعيدا عن ان دي جراشات رسميه. ايوه كل واحد معاه محل معاه 5-6 مكانات دليفري عامل الناحيه الثانيه على الرصيف برامير وحاطط 5-6 مكانات بتوعه. تمام. مضيع للطريق كله. غير البياع ما طالع لبره. برضه هناك يعني. ما هو صف عربيات الناس تمشي منين؟ انا عايز اخرج اودي عيالي المستشفى. هو ده اصلا طريق رايح جاي. عايز اودي عيالي المستشفى اوديهم ازاي؟ ما انا الطريق مقفول عليا. من هنا ومن هنا. ماليش مدخل. عايز يبقى ليا مدخل. ده برضه في منطقه دار السلام. دار السلام اللي هو يدخلني على بيرم سلطان. ما هو بيرم سلطان في النص. ما هو في طريق اهو رايح وفي طريق جاي. تمام. ويفط الانتخابات ماليه المكان والمنطقه ما شاء الله. تمام. وفعلا البياعين لبره. محل يعني 5 متر. كل ده طبعا هم حاطين فرشهم في المخالف لكن هو المفروض بس التزموا بمحله. ايوه التزم بمحله. تمام. الشارع ده مش بتاعي. الشارع ده من حق الكفيف، من حق العاجز، من حق المسن. من حق العيال الاطفال الصغيره. احنا النهارده بنفرش على الرصيف والعيال الصغيره اللي بتعدي في العربيات. يعني انت اللي مصور الفيديو ده علشان تبين. ايوه. ان الطريق بيحصل فيه جراشات خاصه هم اللي بيعملوها لنفسهم. ايوه اهو الطريق من اوله لاخره. وده مجمع مدارس. ده قدام مجمع مدارس. مجمع مدارس. مجمع مدارس. طيب ده بالنسبه للفيديو اللي احنا شفناه اللي هو الفيديو الصامت ده شرحنا لكم الموضوع. نرجع للفيديو اللي سمعناه وشفناه من شويه. كمل لي الموضوع ده لان الموضوع ده مهم جدا. ايه اللي حصل وصل بعد كده للمشكله الكبيره والتهديد؟ يعني علقت على الصوره جالي واحد انت عملت كذا على النت. بقول له عادي يعني في مؤيد وفي معارض. قال لي لا هينزل لك 4 عواميد. لحد الساعه 12 بالليل نزل لي 4 عواميد شتيمه يعني حاجه ما حدش يقبلها. يعني انت وتركيب صور ليا والكلام ده على النت. كل اللي حصل عشان بس نوضح للناس ايه موضوع الفيديو ده. تمام. كل اللي حصل ان هو على النت شاف صوره فدخل اعترض. تمام. لما دخل اعترض جاله تهديد بانه يحذف التعليق صح كده؟ يا اما هينزل لك شتايم و و و و. طب وهل صوره او تعليق في مجال احنا في مجال ديمقراطي المفروض ان كل واحد ليه حريه التعليق وكده كده النت والفيسبوك وكل الحاجات دي بتحذف لو في اي حاجه غلط. هما اللي بيقولوا لك او لا او تنشر ايه ما تنشرش يعني هما بيتحكموا فيك انت في النت. ايوه ايه في صفحتك؟ ايه في امسح امسح الفيديو اللي انت عملته؟ قلت له مش همسح حاجه. كل واحد له مؤيد وله معارض. انا ممكن واحد نازل انتخابات ممكن ابقى ايده وممكن ما ايدهوش. ده حاجه شخصيه. حصل تهديدات وحصلت المشاكل وتهجم على محلي. تهجم على محلي. محلي وعنده فيديوهات برضو تاني. طيب حصل المشكله وحصلت الخناقه بقى والدنيا زي ما حصل كده وشفنا في الفيديو. عملت ايه بعدها؟ ولا حاجه. او قفلت. طب خلينا نقول حته جزء جزء. قفلت الخناقه على ايه؟ قفلت الخناقه على ايه؟ اني لا انا لهما في المنطقه برضو. انا لهما ومكمل فيديوهات معايا مش همسحها. سرقوا مني تليفون بالبطاقه قفلوا لي كذا صفحه. سلطوا واحد بتاع سنترال عندنا وبتاع فراخ ياخدوا التليفون بتاعي وخدوه وقفلوا ومسحوا من عليه 13 فيديو. بس هم ما يعرفوش ان انا معايا تليفون تاني ومعايا فيديوهات تانيه. هي كل مرة بحب أسألك السؤال ده. هتكمل؟ هكمل ومكمل للنهاية. طبعا الموضوع يعني بجد نفسي في مرة أطلع بحاجة إيجابية بتحصل في بيرم سلطان. أستاذة ربنا اسمه الحق. طبعا. وأنا الحق معايا. طبعا. وربنا سبحانه وتعالى عمره ما يعجز جنب الحق ولا أي حاجة. محدش هيقدر عليه. وأنا في حمى ربنا سبحانه وتعالى وفي حمى حكومتي. أنت كل اللي عايزه إيه؟ اللي انا عاوزه اقنن المحل بتاعي مع المحافظه مش هبقى تبع الاهالي ومنطقتك تبقى كويس. وانا محلي تبع المحافظه. والله انا مبني في الشارع. مبني في الشارع. الارض كلها تبع المحافظه. نفس المحافظه تلزم وتقنن الارض دي. احنا عندنا واحد واخد حته ارض 4000 متر لقننت لواحد. انا بقى ايه حته الارض دي 500 متر عاوزه تقنن ل 21 اسره. 21 اسره هيدخلوا فلوس للدوله. يعني انت استاذ حسين الاسيوطي بيطالب وبيستغيث وبيناشد وبينادي وبيقول انا عايز اقنن محلي وادي للدوله حقها. بس
احمد، بما انك بقى شاب، نرجع للسؤال اللي كنت هختم معاك بالسؤال ده. هتنزل الانتخابات ولا لا؟ هنزل حضرتك. هتنتخب؟ انتخب. اللي هتنتخبه عارفه؟ عارف. متاكد؟ ايوه حضرتك. حاسس ان هو عمل حاجه او هيعمل حاجه؟ هو حضرتك اول مره ينزل. وشايف اللي هو هيعمل بصراحه. شايف ان هو هيعمل. قعدت وقلت له مطالبك كشاب ومطالب الشباب؟ لا. قعدت مع اخوه. قال لي مطالب، قلت له قال لي بعد الانتخابات اللي انتوا عايزينه اعمله. بعد الانتخابات؟ ربنا يوفقك. تمام. انت لسه شاب في بدايه حياتك، ركز واختار صح، واعرف هتختار مين وليه، لان صوتك ده امانه، وما ينفعش ان احنا ندي الامانه غير لاهل الامانه. تمام. شرفتوني ونورتوني يا احمد، شرفتني يا استاذ حسين. واتمنى ان نطلع بجد في الحلقه الجايه، وان احنا عاملين حاجه ايجابيه بجد، وان في حد هيعمل حاجه. واتمنى من كل ذات سلطه انه ياخد باله كويس قوي من السلطه بتاعته. انت اتفضل. حضرتك عندنا راجل عنده 60 سنه اسمه عمانه. ده عنده السكر حضرتك، فبيجيب الانسولين بتاع السكر، ولا شغال ولا مديرته حاجه ولا حد بيبص له في المنطقه عندنا. وعندنا شاب برضو عنده بتاع 24 سنة رجليه معوقة سنة كده، عشان يعمل عملية كل ما يروح مستشفى 30,000 و40,000. اسمه عبدالله. دول اكيد هنتكلم عنهم وهنعرف تفاصيل اكتر وهننقلها للمشاهد بإذن الله. تمام. واتمنى اتمنى اتمنى من كل قلبي ان ربنا يكرم كده، وكل اللي نزل في الانتخابات ان يراعي ضميره، والأمانة اللي هيسأل عليها أمام رب العالمين قبل أي حد. وانتظرونا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الفاضلين في حلقة جديدة في برنامجكم بيرم وسلطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.